لو عايزين تعرفوا سر المحشي المفلفل ده الجميل، محشي الكرنب، ان شاء الله اتفرجوا على الفيديو وتابعوني. طبعا احنا عارفين محشي الكرنب كل سنة وانتم طيبين، ده سيد المائدة، هيبقى ان شاء الله في الشتاء وفي رمضان. فان شاء الله الوصفة بتاعتي تعجبكم خطوة خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وفي خير حال. النهاردة بقى ان شاء الله انا جايبة لحضراتكم سر طعامة وفلفلة المحشي، ان ازاي انا اعمل محشي الكرنب وتبقى زي ما احنا شايفين كده، تمام، وتبقى مفلفلة وما تبقى وتسويتها تبقى مظبوطة، وكمان ما يبقاش معجن. هنشوف احنا ان شاء الله ايه هي الحاجات الاساسيات في نجاح المحشي، خصوصا محشي الكرنب بالذات. اول حاجة ان انا لما اجي احشي ما اكبسش الحلة، لازم اسيب فراغ كده زي ما احنا شايفين، حوالي ايه صباعين كده، تمام، ما بين ايه الحله، ما تكبسيش الحله على اخرها، وتسيبي دايما تسيبي كده هو اقراطين علشان خاطر لما المحشي يستوى براحته يرتفع، عشان انا لو كبستها كويس جامد مش ايه مش هتستوي كويس، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا لما اجي خصوصا الرصه الاخرانيه زي ما احنا شايفين ان هي مقفوله كويس قوي ومحشيه ومتقفله كويس قوي، كل الكرنب دوت ما فيهاش ولا رزايه ولا اي حاجه زي ما احنا شايفين كده، بصوا، وكمان بتبقى مفتوحه من هنا ومن هنا علشان تسهل تسويه الرز، وما تكبسش الورقه قوي علشان خاطر ايه ما تبقاش ايه مكتومه، ما تكبسهاش رز يعني عشان ما تبقاش ايه مكتومه من الحشوه وما تستواش كويس والرز يبقى من جوه ني، تمام، زي ما احنا شايفين كده اهو. وبصوا زي ما احنا شايفين الحله كلها ما فيهاش ولا رزايه طالعه، تمام. اجي اول اساسيات. طيب مقدار الشوربه او المرقه اللي انا هحطها عليه، لازم انت تحطي مقدار الشوربه عشان تبقي بالظبط كده اهو وما يخربش معاكي وما تتلخبطيش. مقدار الرز حطي مقدار الشوربه، عايزه تقللي سنه بسيطه ماشي، لكن هو برده كده هيبقى كويس معاكي قوي. حطيتي كوبايتين رز، حطي كوبايتين شوربه او ميه على المحشي بعد ما بيتحشى. حطيتي كيلو رز، حطي مقدار اللي هو الكيلو رز لتر ميه، على قد ايه؟ على قد مقدار الرز بتحطي ميه او شوربه، تمام. اجي ايه تاني حاجه كده، انا جبت بقى ايه المرقه اهي، عايزه تحطي مرقه دجاج، عايزه تعملي شوربه زي ما انا عندك شوربه فراخ شوربه لحمه، عايز تحطي ميه وبتتبليها وتبهريها وتحطي عليها مكعب مرقه برده هتبقى حلوه جدا، تمام. اجي ايه اديني حاطه الشوربه اهي بتغلي، دي شوربه فراخ. وبعدين بجيب الصلصه، عايزه تجيب اللي هي الصلصه اللي هي العاديه دي، ماشي، دي صلصه انا مسبكاها في البيت اهي، بسم الله. بتجيبي 3 معالق صلصه كده اهوت وبتحطيهم طبعا على حسب الكميه بتاعتك، اهم حاجه ان انا لما اجي احط الشوربه دي ابص احس ان هي لونها احمر، تمام، لونها بصوا زي ما احنا شايفين كده محمر خالص اهي، شايفين، تمام. وبعدين بجيب معلقه زبده، معلقه ملح وفلفل اسود طبعا على حسب الحياء بتاعنا اللي احنا بنحبه، عايز تحطي معلقه كمون حطي، بس انا اكتفيت بس بمعلقه الكمون اللي حطيتها في سلقه الشوربه، تسليق الكرنب ورق الكرنب، ومعلقه صغيره بابريكا، وبتضيفي كل المكونات دي على الشوربه اللي انا ايه هعملها، تمام. عايزه هي انزلها عشان انا بصور ايه بايدي اهي، حطيت طبعا ايه معلقه الزبده، ولازم الميه دي تغلي اللي هي الشوربه ديت اللي المرقه اللي انا هحطها على الكرنب لازم تغلي. وطبعا انتوا شايفين ان انا حطيت ملح وفلفل اسود، انا ما كترتش الملح لان هي اصلا الشوربه طبعا بتاعه الفراخ كده كده بتبقى ايه متملحه، تمام. اول ما هي بتغلي هحط بقى ايه الكرنب على نار متوسطه وبضيفها عليه، هنشوفها ايه مع بعض. بصوا حضراتكم، ادي اهي المرقه بتاعتي غليت،
هطفي عليها وحاطه بقى دلعت على الكروم. طبعا ايه، ما امسكش بقى ايه الشوربه دي بتاعتي كلها اروح حطها كده على المحشي، ممكن يفركش مني. ومحتاج طبعا انا مش بجيب ابسط حاجه ولا تحتاجي تحطي طبق ولا اي حاجه، فبجيبها كده اهوت بعد ما هو اهو كل الخليط اللي انا حطيته اهو غلي كويس وامتزج ببعضيه. انا كده اهو طلعت على الكرنب، على حله الكرنب اهو، وبجيب بالمغرفه بسم الله وبسقيه كده. ما اخدش الحله مره واحده واحطها عليه لان ايه ممكن ايه تفركش مني. لازم احط المقدار بتاع الشوربه بتاعي بالتدريج بالمغرفه كده اهو يشرب واحده واحده بسم الله. هكمل بقى ايه الكميه بتاعتي وايه وارجع لحضراتكم. اديني اهوت ضفت كل الكميه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين، اللي هي مقدار الرز اللي انا حطاه هو مقدار الشوربه او المرقه اللي انا ايه حطاها على الكرنب. وبعدين بصوا بقى اجيبها بقى من الجنب كده علشان ان هي الشوربه بتاعتي توصل لتحت. تمام بصوا، لان انا لفه المحشي بتاعي كويس ومقفل عليه كويس. بصوا بسم الله ما شاء الله، وهنشوفه كمان وهو بيغلي زي الفل ولا ايه ولا يفركش ان شاء الله ولا حاجه. كمان ما تحطوهوش على نار عاليه قوي، فهو فعلا الميه تغلي بسرعه وتغلي غليان جامد فيفركش منك في الغليان اهو. بصوا لحضراتكم زي ما حضراتكم شايفين اهو، اديني ضفت الشوربه بتاعتي. بصوا الحله ما اتهزتش ولا اي فركشه ولا اي حاجه. تمام هنكمل بقى التسويه بتاعته وهنشوف هو بيغلي وهنتابعه ايه واحده واحده. وطبعا ايه بغطيه. تمام بصوا حضراتكم بسم الله بسم الله ما شاء الله. بصوا اهو المحشي بدا يغلي اهو. بصوا حضراتكم بسم الله شايفينه بسم الله ما شاء الله، ولا واحده فركشت ولا واحده اي حاجه. ده لان انا حطيت الميه بالتدريج وكمان حطاها على ميه متوسطه، والكرنب اللي هو الحشوه اللي فوق الوش دي انا قافلها كويس غلوتين اتنين وحوطش عليها واسيبه بقى ايه يشرب. لازم يغلي غلوتين اتنين عشان الرز ان شاء الله يستوي، يعني كام غلوه كده مش اول ما يغلي اروح موطيه او احط واوطي النار، لا لازم يغلي كده اهوت وشكشك كده شويه وبعدين اقفله واوطي النار. احط بقى ايه عشان الشرب، عايزين احط شيء غلوتين تاني ان شاء الله وحوطش عليه. ونرجع بقى نشوفه ايه عامل ازاي. بصوا حضراتكم بقى هو اهو بيغلي وبيتشرب. بصوا مفيش اي واحده فكت ولا اي رزايه طلعت بره اهو زي ما حضراتكم شايفين بسم الله. برده بقى ايه ده كده اهوت على نار هاديه. تمام وبغطيه برده واسيبه برده ايه يشرب خالص. اهوت يا جماعه عايزين بقى نتابعه. بصوا اهو بسم الله. بصوا بقى المحشي بسم الله ما شاء الله. عايز بس ايه حضراتكم شايفين حضراتكم الحمار والتسويه. بصوا هو لسه على النار اهو. بصوا الشرب في مكانه زي ما هو اهو. بصوا حضراتكم مفيش اي حاجه الحمد لله فكت منه ولا اي رز طلع ولا اي حاجه. بصوا والصبع لوحده بحاله اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. بصوا شايفين بيبقلل من تحت ازاي اهو. هكتمه برده شويه وبعد كده اهوت ايه حوالي 5 دقايق كده وبعد كده ايه اطفي عليه. ادي المحشي اتشرب خالص اهو بسم الله. بصوا حضراتكم شايفين ولا فك ولا اي حاجه. بصوا زي الفل ازاي والصباع بالصباع بتاعه. هطفي بقى عليه واسيبه بقى يستهدى شويه وبعد كده ايه اغرقه. ادي حضراتكم ايه بعد ما يستهدى انا كده ايه هطفي عليه. لان بصوا حضراتكم اهو بصوا المحشيه استوت ازاي. هو اتشرب خالص. اطفي بقى عليه واسيبه بقى ايه شويه يستهدى واغرفه بقى ايه من الاكل. وادي المحشي بعد ما استهدى بنغرفه بقى وهنشوف ان شاء الله ايه
هنقدمه ازاي، وهفرجكم برضو ان شاء الله ايه وانا بغرفه. لو عايزين تعرفوا سر المحشي المفلفل ده الجميل، طبعا ايه احلى طبق للرمضان وفي العزومات، محشي اللفت.